بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ويا ثلاثة الأصول وأدلتها أوجين نجاح دش نشتقي جل شيخ رحمه الله متن نجاح المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا قل أورو نو إسلام تنت إحسان تارك نأيت ركن هو أها الله أن عبادة تردو إذ حين إنجوش وشن يحين جوش واتح حوتن جوش وي خوش إشت عبادة تردو إذ إحسان يقتل تشيخ دليل شدادو القرآن جرو الدليل قوله تعالى إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون حلغر دليل الله ديش نشدو آياته بقول الله شيخ قير شرطة إحسان ستيك عمل شيخ شرطة تحنو سوط يعقي جايتا الله قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إشتاء الله أحا بوغتبل نتقل لتشنا إنخيتمية تشنا حقوش ولتشن بسلامش كحليات تشخيناح إشتاء حقوش ولتش سجوش دچان يقع حلا وحاتعش بقل خيز شوئي خوش شوئي سوت قوله دال الشيخ وقوله وما تكون في شأن وما تتلوه منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه اشتق آية الله قال ملخ جو غلق حبلا قرآن جر أحمل ديشا ملخ من أش ديشت لها بلغل شغوش تيشش دوتخو شو إدن دوج يحيي دون سوت أحا متن شقيلر إحسان عليك شيخ هيثم سرح أنه حفظه الله دوت شرح دي الشاب أسديش نشان تو شيخ أبو المرتبة الثالثة الإحسان وهو أعلى مراتب الدين وهو ركن واحد ويندرج تحته مرتبتان لحق شيخ أبو قول تيغا قول أور من إحسان دو إذا دنيا أقر لقر بارن بويس وإذا أردو حر إسلام دو تلقر إيمان دو يقتل تلقح قول أور من إحسان دو إذا أقر لقر بارن بويس شيئا تاروكنا يولوش تانروكن جوحا تن شؤلاتنا شداق دو تن شئ فيديو تن إحساني دحرة عبادة المراقبة هي عبادة خوف وهرب وهذه المرتبة لا يخرج عنها مسلم إذا عبادة المراقبة أولتنغ الله قير الله قيرة عازبة قير بال قير باللأر أشين بوخ بولش عبادة دوئز يعني تزوق دوش تكودو عبادة مو عبادة دوئي شي تاني تنبوخ مو قيرة ألسن بطن دك جو حقي الله قويش تن عازبة قويش يا الله وشين تدينك تن دي قويش لتو يفرج تن دي قويش لتو إدو يحسن إذا أقر كيز بارن بو إذا بوصل أتاق شيخ بو هذه المرتبة لا يخرج عنها مسلم هور بوصل تبقى خودي إشتو يحسن عبادة أقر كيز بارن ها هم دي إشتو أخوان دي إذا قوير دير عبادة سدي جاعة تن لا يتخل جاعة عبادة سدي جاعة تن عازبة وقوير دير قدي إشتو توتي حات عقتل لقر دير شو مجدو عبادة المشاهدة إذا عبادة المشاهدة دو عبادة عليها الشيخ أبو هي عبادة حب ورغبة وشوق لما عند الله إذا عبادة الله جيست دو جن بول بيزم قحيقر سقطر شوق وينوخ جمتها إشتا شوق لدو إذا الله بيزر بعن الله بيزر بعن دوش تنك شوق يوش الله يقر دول إني عمج ديش تنك إنخية بيش الله بيزر سودة إشت ديش دول عبادة دو حلغر نك أديل خقوش تن عاسب خقوش تقدر هرا عبادة دقو غدنجا تن قاعد دقا برسمات أج بري أبلا ده ديش تك ألسم دقا إذا إديل فيزر بعندوش ديش دو توي عبادة إديل يرا يا أتشين يا ليش تن قين خيتم بيش إديز ورديش تن غلاتا مثالها عبادة الأنبياء والرسل عليهم السلام ويمكن لغيرهم الوصول إلى هذه المرتبة تنخ مثل ذلك إذا بايمارشي عبادة تقي بايمارشي أوجنا شيء سير عبادة تو إذا
Так, цель айбадат хларсонага үш боч пайым арцагыча кийч адмашыга эт дэржи каячло. Тахуқа шейху бог таудих. سات بيلغل داقر ليس معنى هذا أن صاحب هذه المرتبة عنده حب لله فقط وليس عنده خوف منه سبحانه وتعالى يبوغ داتونا يشولغ يدلقر درج إلارق ويحساني الله يقر الله ويزر سودلش تون عبادة تر إش دل عبادة يبوغ داتون إش جنغ حد ديلغ قيرر داتسل جنغ ديلغ قيرر دات ديلغ ويش باعن دلش الله ويزر باعن دلش تون ديلغشت يبوغ داتون ولكن في هذه المرتبة أقوى دافع يدفع العبد لعبادته هي محبة الله سبحانه وتعالى ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا دلها أقر إتسنت إتوش إبابوش دات وشاب يهما أتشنقها إذ ديل ويزر دعون ديل ويزر تن صود تن ديل قير رجل ديل ديل قير إذا دي الله ويزر ويزن إيه الله ويزر بعني على عبادة قي لقدول تن إحسان قي إجاغل تن تلت إحاب الحمد لله إسلامنا يقدرش حاضر إسلام إيمان إحسان تحق حقوق إحدوش الدرس عنها حديث جبرائيل جبرائيل حديث دالي دوي أت جبرائيل حديث جوعة عليه السلام حق درجة إسلاما قادية قنا بوخ بويز سيقع يوخا ويدين جلات اجتحدي الشغل دو إذا تلتحى اتحدي سنجر وين حبول شوال بايت شيخ وحق بيرو